وهل من الواجب قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الصبح من كل يوم جمعة؟ من السنة أن يقرأ المصلي في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة سورة ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. ومن السنة أن يسجد عند تلاوة الآية التي فيها السجدة، وهي إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وبعد السجود يقوم ليكمل القراءة والصلاة. وعند الإمام الشافعي لا يجوز أن يقرأ غيرها من آيات السجدة في صبح يوم الجمعة، وتبطل الصلاة إن قرأ عامدا عالما بالحكم. ولو قرأها في صبح غير يوم الجمعة لا يسجد، ولو سجد بطلت الصلاة، والله أعلم.